فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الله قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصول دعوته هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مستدلًا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فكيف يجاب عنه؟ الحديث ضعيف، هذا ما يحتج به، الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به، ولكن لو صح فمن أعظم مكارم الأخلاق التوحيد، ومن أسوأ مفاسد الأخلاق الشرك، هذا لو صح الحديث. نعم.